إذن متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان، فريق ترجي السليماني في مواجهة فريق شباب. متابعينا الكرام، إذن كيف ما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان، إذن الكرة صالحة المرمى لفريق الحي الحسن. إذن لحد الساعة المقابلة هي صفر مقابل صفر بين الفريقين. إذن تسلل إذن ضربة خطأ لصالح فريق شباب الحي الحسن. خويا سعيد، لحد الساعة المقابلة هي صفر مقابل صفر، زيرو زيرو. خويا سعيد Come on!
حارس مرمى إصابة حارس المرمى لحد الساعة. عارم يتولي. إذن لحد الساعة صفر مقابل صفر، كل لعبوا 10 دقائق من الشوط الأول من المقابلة. إذن ركنية Thank you.
كنلعبو متمكن الدقة 13 من الشوط الأول من المقابلة، واحد الساعة صفر مقابلة بين فريقين، فريق الترجي السليماني وفريق شباب الحي الحسن. إذن صفر مقابل صفر لحد الساعة. Thank you.
إذن كيفما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام في هذه المقابلة الجميلة كتجمع بين فريقين عريقين، فريق الحي الحسني وفريق الترجي السليماني. متابعينا الكرام، لحد الساعة المقابلة هي صفر مقابل صفر بين الفريقين. Thank you.
أخطاء قريبة من مشارك الإعلاميات صالح فريق ترجي سليمانية. إذن كنلعبوا الدقة 23 من الشوط الأول من المقابلة المتابعة. I'm going to go.
إذن فريق ترجي دو لباس الأسود بينما فريق شباب الحي الحسني دو لباس الأزرق. متابعينا الكرام، ديالي حتى الساعة المقابلة هي 0-0 كلاب الدقة 27 من الشوط الأول من المقابلة. ديالي حتى الساعة التعادل السلبي بين الفريقين. إذن اللباس الأسود هم فريق الترجي بين اللباس الأزرق شباب الحي الحسني. جميع إصابة لاعب فريق شباب الحي الحزام. Oh!
إذن لابد 32 من الشوط الأول من المقابلة.